طبعا سامسونج اكس مش كلب، لا ده تليفون. لكن سامسونج خدعتنا او خدعت الناس او بتخدع الناس بالواجهه بتاعتها التاتش ويزرد. اللي يبص على التليفون دوت ويعرف سعره يفتكر ان هو هيشتري تليفون اندرويد بسعر رخيص. القصه انه مش تليفون اندرويد مع الاسف، هو تليفون جاست تليفون، كل اللي فيه الشات اون. غير كده هو مجرد تليفون عادي، هتقدر تعمل شات مع اصحابك عن طريق برنامج شات اون وبس، ومعاه كاميرا 1.3 ميجا وما فيهوش اي حاجه تانية، ده ما بيعملش بنظام تشغيل. عشان ناس كتير قوي سالتنا على التليفونات ديت وقالت ان التليفون دوت اندرويد فقط لان هم اتخدعوا بالواجهه بتاعه سامسونج. لكن حبينا بس ان احنا نفتح صندوق التليفون دوت عشان نوريه لكم ان التليفون ده مش اندرويد عشان ما حدش يتخدع فيه. اذا عايز تشتريه كتليفون عادي اشتريه، لكن ده مش ما بيعملش بنظام اندرويد. ده بقى يا جماعه تليفون ريكس اللي قلت لكم عليه. انا ما ربطتوش بسلسله لان ايمن كان خايف ان هو التليفون يعضه. التليفون دوت زي ما قلت لكم ان الواجهه بتاعته سامسونج عملتها كخدعه، نوع من انواع الخداع للناس، ان هي اللي يبص على الواجهه ديت يحس ان هو التليفون ده تليفون اندرويد، وخصوصا ان سعره رخيص. لكن لما نستكشف المكونات بتاعه التليفون نلاقي ان هو ما بيشتغلش بنظام تشغيل اساسا، هو بس في الكاميرا الخلفيه 1.3 ميجا بكسل، ولا يحتوي الا على برنامج شات اون، ومفيش اي شيء خالص اخر غير كده، مجرد تليفون عادي فقط خدوا الواجهه زي ما كانت بتعمل الشركات الصينيه في التليفونات بتاعتها لما بتحاول ان هي تقلد واجهه الايفون او الاندرويد او غيرها. خلونا نفتح الصندوق، وانا اول مره هفتحه فهنشوف مع بعض ايه المحتويات بتاعه الصندوق. بسم الله. اول حاجه ده الضمان بتاعه من شركه يونايتد جروب، و التليفون حجمه صغير جدا، سيريال نمبر، السماعات بتاعته شكلها نظيف قوي يعني ما شاء الله عليها، شكل نقي وجميل يعني شيء مستغرب من تليفون رخيص السعر. دي سماعات 3.5 مليمتر، شاحن سامسونج اللي هو المايكرو يو اس بي اللي هو الشكل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه مع تليفونات اندرويد، والبطارية 1000 ملي امبير، بطارية سامسونج المعروفة، واليوزر جايد بتاع الموبايل، دليل المستخدم بس، مفيش حاجة تاني في العلبة غير كده هوت. خلونا نفتح التليفون ونشوف ايه حكاية ريكس ده. تليفون ريكس، خلونا نشوف بقى ايه المواصفات بتاعته. التليفون زي ما انتم شايفين الشاشه بتاعته صغيره 2.8 انش. في الواجهه الاماميه اولا التليفون بيدعم شريحتين، وشبيه قلنا بالشكل التليفونات بتاعت الاندرويد، في زرار الهوم وزرار الاتصال وزرار اغلاق او انهاء المكالمه والتشغيل من هنا هوت، يعني انت لما بتيجي تشغل التليفون هتشغله من الزرار دوت زي اي تليفون عادي. من الناحيه اليمين في زرار اللوك، بتقفل قفل التليفون، ومن الاسفل في المدخل بتاع الشاحن او لو ليه كيبل، ما اعتقدش ان هيبقى ليه كيبل يو اس بي، والمايك. من الناحيه الشمال في الازرار بتاعه خفض الصوت ورفع الصوت، ومن اعلى المدخل بتاع السماعه 3.5 مليمتر، والخلف الكاميرا ال 1.3. خلونا نفتح تليفون ريكس ونشوف ايه اخباره. هو بيتفتح منين ده؟
التليفون زي ما انتم شايفين بيدعم شريحتين، مجرد تليفون عادي جدا بيدعم الشريحتين. و خلونا نحط البطارية، نشغل التليفون. طبعا انا غالبا ناس كتير قوي ممكن تتلخبط وتفتكر ان دوت زر الباور، وده زي ما قلنا ده اللوك بتاع الشاشة. طبعا دي البداية بتاعت سامسونج المعروفة لتليفونات سامسونج، وادي اول ما فتحنا التاتش ويزارد بتاع، او شكل قريب من التاتش ويزارد بتاع السامسونج. زي ما احنا شايفين برنامج شاتون، تليفون عادي جدا، والتاتش بتاعه مش كاباسيتيف، التاتش بتاعه ريزيستيف، يعني مش تاتش. او انا بحاول ان انا احركه، مش كل ال يعني ما بيدعمش اللمس، مش بتاعه مش سلس. ما شاء الله فيه هنا برامج مسبقة التسطيب زي ما بيقولوا، وانا مش عارف هو الرجوع للخلف عن طريق، انا خلوا بالكم ان انا بستكشفه معاكم. هنا في برنامج للقرآن، وبرنامج لحاسب الزكاة، وبرنامج مواقيت الصلاة واتجاه القبلة. طيب والله كويس ان هم منزلين، عشان احركه لازم بضوافري علشان اقدر ان انا احركه، وهي دي الشاشات الريزيستيف بتبقى كده اهوت. وزي ما قلت لكم هو ملوش نظام تشغيل عشان يبقى فيه برامج عادية. البرامج اللي نازلة دي برامج جافا زي تليفونات النوكيا القديمة. ده كان استعراض سريع للتليفون دوت، لان ناس كتير طلبت مننا التليفونات ديت او نبذة عنها، لانهم زي ما قلت لكم كانوا فاكرين انها تليفونات اندرويد. فحبينا بس ان احنا نطرح فيديو للتليفون دوت، ده تليفون عادي بيدعم شريحتين فقط. شكرا، ونلتقي في فيديوهات أخرى. السلام عليكم.